علي في المكارم أولي، ونفخت كيرك في الزمان الأولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا البرنامج يعد الثاني في العام الثاني أيضا من التاريخ الجغرافي. السنة الماضية تحدثنا عن الحصاة عماية قديما، وفي هذا العام نتحدث عن يذبل قديما صبحة حديثا في الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. فنبدأ في هذا البرنامج وهو الجزء الثاني كما قلنا، حيث أن الأماكن والمعالم البارزة هي حفظ لجغرافية بلادنا وحفظ للتراث المتنوع، وهي جزء من الأصالة والعراقة، وتعبر عن روعة المكان والإنسان والحضارة والتطور والعطاء. وفي هذا الجزء نتناول يذبل قديما صبحة حديثا بطريقة علمية، وثقت فيها بحثا عريقا شاملا للوصف والشعر وقصص المجد. فهي معلم بيئي من معالم الجزيرة العربية وملهم للشعراء قديما وحديثا، ومن خلاله تناولنا وصف المكان ومعرفة ما حوله من أودية وشعاب وآبار وآثار، ويتعاظم التركيز في هذا المكان لما له من قيمة اقتصادية وسياسية واجتماعية حسب معرفتي وزياراتي وارتباطي الوثيق بهذا المكان. فاعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الذي يشتمل على الوصف والتحليل وعرض السجل الزماني للأحداث والتغييرات البشرية، كما أن قراءتي للآثار سلوك ومنهج يعبر عن ملامح العطاء ويرتبط بعلم التاريخ ومعرفة كيفية تطور أو تطور الحضارات في الزمان والمكان. وقد تناولت وصف المياه بمرجعية موثقة في التعبير ووصفية في الشكل وقوة الدلائل، كما قمت بعرض أسباب تغيير الاسم من مسمى قديم إلى مسمى حديث، القديم من العصر الجاهلي إلى تغييره في العصور المتأخرة بسبب موقعه أو علم أو حدث ما، وشرح معاني الاسم بتصويره في الشعر والربط بين صفات الرجولة والمعاني السامية وبين الوصف. فكان هناك جسر متين بين الأخلاق والأهمية والطبيعة بصور الخيالية حسية بصرية، حيث عبر عن الشجاعة والثبات والصبر بهذا المعلم وهذا المكان العظيم، وذكر حيوانات هذا الجبل وتحصن الوعل وأمنه في فرع يذبل، وكأنه معبر عن العلو والمناعة والحماية، وكذلك طيور العقبان والنسور التي تعبر في هذا المكان وتعبر أيضا عن الفراسة والقوة فيه. وفي عمايتين وما حولها من أماكن قريبة، قد ارتبط هذا المعلم بالأماكن القريبة حولها من العصر الجاهلي حتى الحديث. ففي المدح والرثاء عرضت ملامح التفوق وقوة التحمل من خلال الشعر ووصفية المكان بتوثيقه للشعر والمعلومة وجودة الوصف والتصوير الخيالي والتشبيهات التي تدل على سلامة المعنى وسلاسة التعبير ومعرفة المكان بعيدا عن الرمزية والأحاسيس المعنوية في نهج تصويري ومعرفي قوي المعاني. هنا ارتباط قوي متشابه مع بعض المعالم، كما قال ابن هاني: فأركانه من يذبل وعماية، وأعلامه من أعفر ويلملم. أيضا ففي هذه الدراسة وصف للجبل، وصف مشهور بعشق الرحالة له واشتياق هواة الصحراء، فالجبال أماكن دفاع صامدة وخزانات للمياه والطبيعة وفيها الخيرات الكثيرة، كما أن يذبل بين الرمز والتأثير إيحاء مبهم عميق للشعراء بخيالاتهم وصورهم الشعرية الظاهرة في المعاناة والملازمة للبروز والبقاء.
البحث مليء بالصور الفنية والدلائل الشعرية والمراجع الموثقة. عشقت مثل هذه الدراسات واشتقت لزياراتها مع رفاق لا يمل نديمهم، ومنها كتاب أصدرت عن الدخول وحومل في هذا العام. ومن هذا المنبر الإعلامي أقوم بدعوة صادقة لقراء التاريخ وتاريخ المكان وجغرافيته والظواهر الطبيعية لاقتناء هذه الدراسات التي تهتم بمعالم بلادنا وآثارها وتراثها وزيارتها والتمتع بجمال الطبيعة فيها. فالاستدلال المكاني ليذبل صبحة ولما شابهها من معالم مثل عماية والينكير ودمخ ويعفر وثهلان ورضوى ووادي الركاء. طبعا وادي الركاء كتبت عنها أيضا دراسة نشرت في مجلة جامعة جيزان، وهو اسم من العصر الجاهلي ومواسل أيضا، وذقان والريب اللي هو الرين حديثا الريب قديما. وقد تناولت الرين في كثير من المباحث وقدمت خطة دراسية عن هذا المكان لأحد المؤسسات الرسمية وفي انتظار الموافقة وتبني المشروع، وشاركته نفسيا وفكريا وأدبيا حيث قلت فيه قصيدة حينما رقي إلى محافظة منها: الرين يزهو في البلاد مفاخرا بحضارة يعلو بها فوق القمم.